من جانبه أكد الكاتب الصحفي محميد المحميد خلال مداخلة هاتفية في البرنامج أن انتخابات مجلس الشورى القطري خطوة للوراء باعتراف القطريين أنفسهم. قانون انتخابات مجلس الشورى القطري المثير للجدل يعد خطوة إلى الوراء وليس صورة للمشاركة المنقوصة وليس صورة من صور الديمقراطية، وهذا باعتراف السياسيين القطريين أنفسهم. للأسف مهمة مجلس الشورى القطري ستكون تقديم المشورة في شأن المشاريع، ولن تكون هناك وضع مشاريع جديدة خاصة في تعديل قانون الانتخابات، وكل قرارات هذا المجلس يمكن نقضها بمرسوم أميري. الكثيرين يعتبرون أن تأثير المجلس القادم وبالمشاركة المنقوصة سيبقى محدود جدا، لن تكون هناك أمور كبيرة. عودة إلى ما أشرت إليه، الانتخابات في هذا التوقيت مرتبط أكثر بكأس العالم، بتنظيم قطر لكأس العالم، وتوجه الأنظار إلى قطر، وبالتالي الأمور السياسية والشأن السياسي سيكون عليه الكثير من الأبواب، فتحاول قطر باختيار هذا التوقيت لتجميل منظرها السياسي، وبالتالي فالتغيير التي ستحدثه الانتخابات محدود جدا، خاصة في موضوع الرقابة والقوانين، في ظل القيود المفروضة على المشاركة والمتجذرة في قانون الجنسية